الله وملائكته يصلون على النبي. بتاعة أسد وآدم، وحصل اشتباك كبير بين الشرطة ورجال العصابة، لأن رجال العصابة كان معهم كمية مخدرات كبيرة جدا ورهيبة، وكانت الشرطة بتحاول بكل مجهودها علشان تقبض عليهم وتنقذ شبابنا من المادة المخدرة اللي بيدخلوها الناس دي لأولادنا علشان يضيعوهم بيها، وفعلا قدروا ان هم يقضوا عليهم. وكان آدم وأسد واقفين كالجبال ما بيتهدوش لحد ما كل واحد منهم انصاب برصاصة غدر من رجالة العصابة، لحد ما خلاص قدرت الشرطة تقبض على كل العصابة، وخدوا كمان المخدرات اللي كانوا عاوزين يهربوه، وطلبوا الإسعاف لآدم وأسد. وفي الأصل كانت قاعدة الشيطان مع الفهد، والفهد بقول لها: مش ملاحظة يا إسراء إنك متغيرة الفترة دي جامد؟ أنا بقالي 25 سنة متجوزة وعمري ما حسيت من ناحيتك بالتغير ده، أنت الأيام دي كأني مش موجود وكأني مش في حياتك أصلا، وكل اللي شغلك المشاكل بتاعة العيلة وناسي ان انا جوزك. رحيل، ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله؟ بالله عليك دواته، انت مش شايف احنا ايه؟ احنا لو ابنك كان عاقل كان زمان بقينا جدة وجد. يا رحيل ركز معايا وشوف حل للمصيبة اللي احنا فيها، وسيبك من الكلام الفارغ ده. يعني ايه يا اسراء؟ شايفة حبي ليكي كلام فارغ؟ شايفة بعد كل السنين دي مشاعري هوا وكل اللي شغلك مشاكل العيلة؟ طب روح اسأل اخوك او مراته، قولوا له حبك لمراته، او لمرات اخوك يقولوا لها حبك لجوزك قل وبتقول انه كبر، ولا المشاعر بتزيد والحب بيزيد؟ انا مش قصدي ان حبي ليك قل يا رحيم، انا قصدي ان في مشاكل دلوقتي كبيره بتهدد عيلتنا ولازم نقف ايد واحده. مش قصدي ان اهمل في مشاعري ليك او ان انا ما عنتش بحبك، بس غصب عني في ضغوط. تمام يا اسراء، انا مش هضغط عليكي اكتر من كده، لاني مقدر اللي انت فيه واللي انت عملتيه علشان العيله دي توصل لكده وتبقى ايد واحده. وفي اللحظة دي رن تليفون الشيطان، ردت وقالت: ألو. تمام ماشي، طيب سلام دلوقتي. قفلت الشيطان المكالمة، وساعتها قال لها الفهد: في يا إسراء؟ مين اللي كان بيكلمك؟ مفيش، ده اللي هو المسؤول عن الاسم اللي شغال فيه آدم وأسد، وبقول إن هما انصابوا في عملية وإن هما دلوقتي في المستشفى. وهنا اتعصب الفهد ووقف من مكانه وبدأ يزعق ويقول: يا برودك يا شيخ، يا برودك، قاعدة كده عادي ولا كأني في حاجة، وابنك بين الحياة والموت في المستشفى؟ يلا قومي علشان نروح له. وهنا ردت الشيطان على الفهد وقالت له بكل غضب: اسمعني كويس يا فهد الداخلية، لأن الكلام ده أنا مش هكرره تاني. أسد وآدم طلعوا من حياتنا وبره العيلة دي، واللي هيروح يزورهم مش هيدخل البيت ده تاني، لأن أسد وآدم هم أكتر ناس أذوا العيلة دي اللي أنا قعدت أحافظ عليها طول عمري، علشان كده محدش منا هيروح يزوره. اتكلمي عن نفسك يا شطان، اما عن نفسي فانا هروح ازور ابني، لان ابني هو الحاجة الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا دي. يمكن هو غلط ويستاهل انه يتعاقب، بس عقابه ما يستاهلش ان انا اسيبه بين الحياة والموت واقعد هنا ولا كأنه حاجة. انت باين عليك شطان زي ما بقولوا عليك، علشان كده مش في قلبك رحمة. بالظبط كده يا فهد الداخلية، هما سموني شطان علشان مش في قلبي رحمة. لا تتفضل تقعد جنب الشيطان، لا تروح تقعد جنب ابنك، بس تنساني نهائي، وورقتي تبعتها لي. وبعد كده خرج الفهد من الأوضة وهو متعصب، وساب الشيطان متعصبة بزيادة. أما الفهد فكان نزل وخبر كل العيلة على اللي حصل لآدم وأسد، وكان الكل حزين عليهم وكانوا مستعدين علشان يروحوا المستشفى. بس هنا وقفت الشيطان على سلالم الفيل بكل غضب وقالت لهم: انتوا رايحين فين كده ان شاء الله؟ ايه يا اسراء، انت ما سمعتيش باللي حصل؟ ادم واسد انصابوا ولازم نروح لهم المستشفى. لا عارفه، والخبر وصلني انا اول واحد، بس برضو رايحين ليه واحنا مالنا؟ هم حرين في حياتهم، زي ما اختاروا يمشوا من هنا يختاروا مين اللي يعيش معاهم ومين اللي يرعاهم، مش احنا اللي نخاف عليهم ونرعاهم. ايه اللي انت بتقوليه ده يا اسراء؟ ادم ابني واسد ابنك في المستشفى، وانت تقولي نروح لهم ليه؟ دول ولادنا لازم نروح ونرعاهم، والله اعلم بحاله. ابني وابنك لما كانوا هنا في العيله دي وبراعوا مشاعرنا وبحافظوا على العيله معانا، بس من ساعه ما اتطاولوا على العيله دي ودمروها بايديهم ما عادوش ولادنا. ولادنا ماتوا من زمان يا ميسونه. شوفي يا احمد اختك، اصلها باين عليها كده كبرت وخرفت. ايه اللي انت بتقوليه ده يا اسراء؟ استهدي بالله وانزلي يلا علشان نروح لولادنا،
مهما عملوا ومهما سووا هيفضلوا ولادنا. لا مش ولادنا يا آدم، فهمني؟ مش ولادنا، ولادنا ما يؤذوناش، ولادنا هم اللي يقفوا في ظهرنا ويحمونا، مش هم اللي يفرجوا علينا أعدائنا. واسمعوني كويس كلكم، اللي هيخرج من البيت ده علشان يروح لهم هو من طريق وأنا من طريق، ومتحرم عليه دخول البيت ده تاني، سامعين؟ تمام قوي يا إسراء، أنا هخرج دلوقتي من البيت ده وهروح أقعد جنب ابني، ومعنتش هرجع للبيت ده، لأن البيت اللي صاحبته مفيش رحمة في قلبها لابنها الوحيد، يبقى عمرها ما هيكون فيه في قلبها حب ورحمة لجوزها. واللي عاوز يجي معايا يجي، واللي عاوز يفضل معاكي يفضل. وبعد كده مش الفهد، وفي الوقت ده بص علي وقال لإسراء ولأحمد أخوها: تمام يا إسراء، أنا دلوقتي هاخد مراتي وهروح أطمن على آدم وأسد، وبعد كده هاخدها وهنروح على شقتنا القديمة. وانت يا أحمد، انت ومازن خلي بالكم من إسراء وملك وياسمين وحور وعشق والبيت، وما سيبهمش لوحدهم، يلا سلام. بعد كده مشي علي هو وميسون علشان يروحوا المستشفى ورا الفهد، ووقفوا الباقي يبصوا لإسراء بصدمة، مش كانوا مصدقين إن دي فعلا هي إسراء أختهم وصاحبتهم وحبيبتهم اللي ما بتستحملش على أي حد شيء، ودلوقتي مش هين عليها تروح تزور ابنها علشان غلطة. وفي مكان مجهول كان قاعد فيه شطار على هيئة بشر وبيتكلم في التليفون وبيقول: معقول ده حصل؟ أخيرا الفهد ساب الشيطان. وبعد كده ردت على المجهول اللي كانت بيتكلمه في التليفون وقالت له: لا صدق، الشيطان الفهد سابها، وكمان علي وميسونة سابوها، وخلاص قريب جدا هتبقى لوحدها وهنقدر نخلص منها، وعلى البطيء والهادي. بس انت قولي ايه الخطة الجاية؟ الخطة الجاية هي مش خطة بالظبط، هي هدية بسيطة هبعتها لآدم باشا علشان تزود غضبه من يمة عيلته. بس انتي خلي بالك من نفسك وما تخليش حد يكشفك. دايما خططك ماشية صح. بقولك ايه، ما تخافش علي انا، لان انا مستحيل حد يشك فيا او يشك ان انا الجاسوس او حتى خاين. بقولك ايه، انا هقفل دلوقتي. تمام يا قمر، بس خلي بالك من نفسك لان الشيطان ما بيرحمش. ان كانت الشيطان ما بترحمش فانا ما بنساش وما بسيبش حقي، وحق اللي حصل لي انا لازم اخده. تمام، سلام دلوقتي يا قمر. وفي القصر كانت حور واقفه بتتكلم في التليفون، وساعه ما امها دخلت عليها قفلت على طول ووقفت قدامها. وساعتها ياسمين امها قالت لها بكل حزن: في ايه يا حور؟ كنت بتكلمي مين دلوقتي؟ وهنا ردت حور على والدتها بكل توتر وقالت: مفيش يا ماما، دي زميلتي في المستشفى، اصلها استلمت الورديه مكان وكانت متضايقه علشان انا سبتها لها، لان ابنها في البيت ومش عارفه اسيبه مع مين. بس انا قلت لها ان انا تعبانه ومش قادره اجي. بس قوليلي مالك انت حزينه كده ليه؟ وهنا ردت الام على بنتها بكل حزن وقالت: اسد يا بنتي، اسد جوزك هو وآدم انصابوا وهم في مهمة، ودلوقتي هم في المستشفى والله أعلم بحاله. وهنا ردت عليها حور بكل برود وقالت: طيب يا ماما، ربنا يشفيهم. انت عاوزة حاجة دلوقتي؟ لأن بصراحة أنا تعبانة من كتر الشغل النهاردة وعاوزة أنام. وهنا ردت عليها أمها بعصبية وقالت: في يا بنتي يا حور، مالك بتكلميني ببرود كده ليه؟ ولا كأن اللي في المستشفى ده جوزي. بقول لك ايه يا بنت انت، مش تتعبين؟ كفاية عليا خالتي كسراء اللي منعانا نروح نشوف. انا بقولك ايه، انا مش ناقص. زعلانة على مين يا امي؟ زعلانة على اسد، اسد اللي دمر حياة بنتك واتجوزها علشان ينتقم منها، علشان السنيورة اللي كان خطيبها اللي مفكر قال ايه ان انا السبب في موتها، وبسبب كتبها اللي قالته له هو مشي وراها زي الهبل وصدقها. تعرفي يا امي، انا مش زعلانة عليه، ولو مات قدامي برضو مش هزعل عليه. وتعرفي كمان، عمته سراء عندها حق، اللي زي اسد ده يستاهل يموت لوحده ووحيد ومحدش يسأل عليه. وبعد اذنك اطلعي بره علشان انا عاوزه انام وارتاح، لاني تعبانه من الصبح في الشغل. وبعد كده اتنهدت ياسمين بحزن وخرجت وسابت بنتها، لان هي عارفه بنتها كويس. بنتها ورثه كل حاجه عن عمتها، كبرتها وقوتها، وعارفه ان هي عمرها ما هتسامح في حقها. فحور بتمثل اسراء، وكانها إسراء المصغرة. وفي مكان مجهول كان قاعد واحد مجهول بيتكلم في التليفون وبقول: هاهاها الخطة مشيت زي ما أنا عاوز، بس العبيط بيفكر إن خطته هي اللي مشت، وفاهم إنه محدش قدر يكشفه. بس قولي
انت عامل ايه دلوقتي؟ رد الشخص اللي بيكلم المجهول وقال له انا الحمد لله كويس، بس انت خلي بالك من نفسك وخلي بالك من الباقي كويس جدا، لان لو حصل لحد فيكو حاجة انا هموت بجد. تمام انا هقفل دلوقتي، وانت خلي بالك من نفسك زي ما انا ما قلتلك. وبعد كده قفل الشخص المجهول مع الشخص اللي كان بيكلمه، وفي اللحظة دي دخل شخص مجهول تاني وقال له تصدق عجبتني ان انت بتخطط وبترسم من غير ما تقولي، وفاكر ان انا مش هعرف، بس لعيبك ده انا حافظة. كنت واثق ان انت الوحيد اللي هتقدر تكشف وتعرف كل حاجة عن الكل، بس قولي ايه رأيك عجبتك؟ عجبتني وطول عمرك استاذ ورئيس قسم، يلا قولي الموضوع من الاول. اما في المستشفى عند ادم، كان ادم نايم على السرير وامه وابوه واقفين في جنبه، والحمد لله الجرح ايجا سطح، وفجأة حصل حاجة خلتهم كلهم مذهولين. لحد هنا احنا متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا. تفتكروا معايا ايه اللي حصل عند ادم في المستشفى؟ طب ايه الهدية اللي الراجل المجهول هيبعتها له؟ طب تفتكروا فعلا الشيطان والفهم هيسيبوا بعض ولا لا؟ طب سيبوكم من ده كله، تفتكروا معايا مين هو الخاين والجاسوس في قصر الشيطان وبينقل كل اخبارها لعدوها؟ مستنيه رايكم في التعليقات، واتمنى ان حلقتنا تكون عجبتكم، واذا عجبتكم لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس.